تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن متابعة احتياجات مختلف محافظات المملكة، قام سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بزيارتين إلى قريتي الإدراز وبني جمرة والالتقاء بالأهالي للوقوف على احتياجاتهما الشبابية والرياضية. وأشاد وزير الشباب والرياضة بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي تعكس مدى حرص سموه على تعزيز التواصل مع مواطني المملكة في كافة المدن والقرى، كما تعكس اهتمام سموه بمتطلبات المواطن البحريني في كل أرجاء المملكة، مؤكدا أن الوزارة كانت ولا زالت سباقة في تلبية هذه التوجيهات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لأي ملاحظات من المواطنين، الأمر الذي يؤكد متابعة سموه المستمر لعملية تطوير المنشآت الشبابية والرياضية والاطلاع على احتياجات المناطق والعمل على تلبيتها. وشدد على استغلال الإمكانيات في احتضان الشباب وتوجيه مهاراتهم والعمل على بناء هيكلة حديثة للأندية الوطنية لتكون حاضنة للفكر وإشعاعا ثقافيا وحضاريا ورياضيا، بما يسهم في رفع الوعي والكفاءة عند مختلف الشباب البحريني باعتبارهم الهدف الأساسي لخطط التنمية الشاملة بالمملكة. وخلال الزيارة التقى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بمجموعة من أهالي وممثلي المنطقتين للاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم والأطروحات التي قدموها بشأن استكمال البنية التحتية الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى استملاك بعض الأراضي لإقامة مشروعات شبابية ورياضية.